الإدانات أسلوب مستهلك، كثيرة هي الإدانات من المنظمات الحقوقية في الخارج والمجامع الدولية وحتى الحكومات الصديقة لانتهاك حقوق الإنسان في أرض البحرين بما يعاني منه هذا الشعب الأمرين، ولكنها لم تكن تجدي شيئا، ولكنها لم تكد تجدي شيئا، وخاصة بفعل ما يصاحب إدانات الدول الكبرى من مجاملات للطرف الذي يستمر في انتهاك هذه الحقوق بما يمثل افتراء على الواقع رعاية للمصالح المادية التي تقدمها هذه الدول ولا تملك أي قيمة حتى من القيم التي تنادي بها هي نفسها شيئا من وزن أمامها. فأسلوب الإدانات قد برهن على عدم طائل له في ظل تكراره واستمرار عملية الانتهاك لحقوق الشعب على هذه الأرض. لا نطلب حربا على البحرين انتصارا لشعبها، ولا أي تدخل يضر باستقلالها. ما نطلبه هو ضغط سياسي تمارسه الدول الصديقة للنظام الرسمي في البحرين بدل الدعم المكشوف وغير المكشوف. وجلي جدا أن الحل الحقيقي للأزمة الحقوقية ولسائر المشكلات التي يفرزها الوضع السياسي المنحرف لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن إصلاح هذا الوضع نفسه والأخذ به إلى المسار الصحيح. لا حل بلا إصلاح سياسي، لا ارتفاع على مشكلة الحقوق انتهاك الحقوق بلا حل سياسي. ومطلب هذا الشعب اليوم فيما يتصل بالمسألة السياسية هو مطلب كل شعوب العالم المعاش اليوم، معاش من مرجعية الشعب في سياسة بلده بدل مرجعية السلطة الحاكمة، وأن تكون الكلمة الحاسمة للشعوب لا للسلطات. لا تزيد النار وقودا. كثير من البلاد العربية لا يزال الصراع قائما فيها بين شعوبها وحكوماتها، تسعى الحكومات فيها إلى إطفاء النار وإخماد لهيبها والتوصل مع شعوبها إلى حلول عن طريق الحوار والتفاهم وإعطاء عدد من التنازلات من قبلها. هذا الاتجاه صار يسود البلاد العربية التي تعيش الصراع. أكثر البلدان التي تعيش هذا الصراع تتجه هذا الاتجاه لعجز الأسلوب الأمني عن إنقاذها. أما في البحرين فلا زالت السلطة تزيد النار وقودا لتزداد اشتعالا وانتشارا وتدميرا. فماذا أراد من ظهرت صورته ممن يسمون برجال الأمن وهو يكبس امرأة مؤمنة كلها وقار وحشمة حريصة على حجابها في وسط دارها لأنها صرخت أو حاولت وهي العزلاء أمام مدججين بالسلاح تخليص فلذتك بذها من عذابهم الغليظ الذي مزق قلبها. فليسمع رأس الدولة. ماذا؟ هيهات من الله. فليسمع رأس الدولة. هيهات من الله. ماذا أراد غير أن يعم السخط الشعب ويحرك الجماهير في مسيرات غاضبة وأن يحمل الناس أرواحهم على الأكف ويقدم الموت على الحياة؟ سحقا للعملاء. أوليس الفاعل مسلما؟ أوليس الذي أمره مسلما؟ أوليس الذين وصلهم خبره من مسؤولين بكل مراتبهم ومواقعهم من سلم السلطة مسلمين يعرفون ماذا يعني هذا الفعل المنكر البشع الجبان
من استثارة واستفزاز وتحد واستخفاف بالضمير المسلم وغيرة الشعب المسلم ودينه وحميته. ومن هنا لا يكون الفاعل والآمر والمتساهل من وفي أمر العقوبة من من يرأس هذا المجرم إلا مريدا بالبلد شرا مستطيرا وأن يلقي بها في الجحيم. الفعل سخيف قبيح ساقط لعين، والقصد من ورائه مثله، والسكوت عليه من الجانب الرسمي جريمة مشتركة.